بسم الله، السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. سمح لي ما درت لكمش فيديو زوين بالمونتاج زوين تحت الطلب ديال بزاف البنات اللي باغين يوصلوا ل 4000 ساعه بحالي وتفاليدا ليهم لاشين حتى هما بدون اي مشاكل. غنتكلم لكم بعجاله على الطريقه اللي درت واللي ننصحكم بها عكس تماما الطرق الاخرى غير القانونيه. اولا بالنسبه للشروط ديال يوتيوب 1000 مشترك في مدة ديال سنة سهلة، تقدروا تجمعوها غير بالتبادل. كاينين بزاف ديال لي جروب، كاينين دي زابليكاسيون لي خاصين بهذا الشيء، ودايرين جروبات ديال المشاهدة ديال زيادة عدد المشتركين، وتقدروا تخدموا فيهم راه ما فيهم حتى شي ضرر على التليفون ديالكم وتكملوا 1000 مشترك. اما بالنسبة لربع الاف ساعة تقدروا تخدموا كاع التليفونات اللي عندكم في الدار، لي طابليت، ولكن خصوصا اللي كيساعد بزاف هو البيسي ولا ان اورديناتور. الا عندكم الواي فاي اعتبروا باللي السوايع ساهلين انكم تخدموهم وتقدروا تكملوهم حتى في شهرين. انا في الاول ما كانش عندي واي فاي، واخا كان عندي بيسي كنت كنخدم غير بال4G، ولكن شحال ما شارجيت ما كانتش كتكفيني. الحمد لله منين درت الواي فاي قدرت نخدم بسهوله والحمد لله قدرت نوصل. اولا يوتيوب واحد البحر اللي غارق وكبير بزاف وعميق، واخا تعيا وتعموا فيه ما غاديش تعرفوا جميع الخبايا ديالو. ضروري كل نهار كتهضروا مع شي واحد حاولوا تطرحوا عليه اسئله. تلاقيتي شي بنت سولها كيفاش، شنو اللي دارت، شي حاجه اللي طحت فيها وتعلمت فيها. مهم كل مره كتستافدوا كتعلموا حاجه جديده. الطريقة اللي درت هي كنت كنخدم بزاف ديال لي نافيغاتور، تيليشارجيو بزاف لي نافيغاتور بحال الكروم، اوبيرا، فايرفوكس. هاد لي نافيغاتور كلهم تقدروا تيليشارجيوهم من لي سيت اوفيسيال ديالهم، راهم فابور، وتبقاو تخدموا فيهم، ولكن ما تدخلوش حسابات، يعني ما تفاليديوش فيهم الجيميلات ديالكم. دخلوا نيشان اليوتيوب، واخا يديروا لكم باش تكونيكتو بان كونت ما تقبلوهاش، خليو الخدمة عادية ودخلوا للقناة ديالكم عن طريق البحث، وسيروا لي فيديو ميزون لين وديروا تو ريكاردي، وبقيت تخدموهم دائما بانتظام وتردوا البال تطلعوا لهم مره مره، لان كتلقاو شي مرات الفيديوهات كيحبسوا. كنت درت 7 ديال لي نافيغاتور، كل نافيغاتور كنحل فيه نفس الخدمه، وكنحل نفس النافيغاتور اون مود بريفي، يعني مجهول الهويه، وكنخدم فيه حتى هو نفس الخدمه. نتوما تاكدوا من الديبي ديال الواي فاي ديالكم باش ماشي يبقاو يحبس لكم كلشي وما تكملش حتى الخدمه ديال نافيغاتور واحد ولا جوج. الا كان عندكم مهم الديبي طالع خدموا هاد الخدمه هادي في البيسي، وخدموا في التليفون بلي كونط جيميل باش كيبقاو لي ستاتستيك كلهم غاديين بالتساوي. لي كونط ديالكم ديروا بهم لي جيم، شوفوا بهم حتى هما، وفرقوا لي ليان ديال لي فيديو ديالكم في لي جروب ديال البنات ديال الطبخ، لي جروب ديال الوصفات. تقدروا ديروا نتوما اون باج فيسبوك ديالكم، وكل واحد تبادلتو معاه يدخل عندكم لهذيك لاباج ديالكم. مهم كاينين طرق عديده عكس تماما الطرق الغير قانونيه. بزاف ديال البنات كيقول لك تحققت ليا الشروط في جوج الاسابيع وتفعلت ليا القناه الحمد لله في يومين. هاد الشيء بصح، وكاينين دي زابليكاسيون اللي كيدخلوا ليهم بطرق غير قانونيه اللي يقدروا يجمعوا بها السوايع حتى في اسبوع واحد، ولكن انا ما كنفضلش وما كنصحكمش تماما بهاد الطريقه هذه. اما بالنسبه اللي كيقول تفعلت ليا القناه ديالي في يومين، فهي حقيقه، لان المراجعه كتكون في مده تتراوح ما بين يومين حتى لجوج ديال الاسابيع، وانا الحمد لله تفعلت ليا القناه. قدمت الطلب ديال المراجعه السبت في الصباح، ونهار الاثنين في الصباح جاوبوني وقالوا لي بلي ما عندي حتى شي مشكل، والقناه الحمد لله تقبلات.